Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbi hadhihi al-darajat al-wusta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن: التبشير هو إخبار المرء بما يسره من خبر. وقوله بكلمة منه يعني برسالة من الله وخبر من عنده، وهو من قول القائل: ألقى فلان إلي كلمة أسرني بها، بمعنى أخبرني خبرا فرحت به، كما قال جل ثناؤه: وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني بشر الله لمريم بعيسى ألقاها إليها. إخوة الإيمان، يطيب لنا اليوم أن نتكلم عن نبي كريم زاهد خلقه الله تعالى من غير أب، فقد جاء في القرآن العظيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأمه مريم التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة، والتي نشأت نشأة طهر وعفاف وتربت على التقوى، تؤدي الواجبات وتكثر من نوافل الطاعات، والتي بشرتها الملائكة باصطفاء الله تعالى لها من بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وذات يوم خرجت مريم الصديقة من محرابها الذي كانت تعبد الله تعالى فيه، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي فاتخذت من دونهم حجاب، فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سوي. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل الذي هو مشرف عند الله، فهذه إضافة التشريف. وللملاحظة أيها الإخوة الإيمان، الملائكة ليسوا ذكور ولا إناث، إنما يتشكلون بهيئة ذكور من دون آلة ذكورية، ولا يأكلون ولا يشربون، لا يتناكحون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مريم عليه السلام لما رأت جبريل عليه السلام متشكلا في صورة شاب أبيض الوجه،
لم تعرفه ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه وظنته إنسان جاء ليعتدي عليها فقالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض إلي بسوء فقال لها إن الله أرسله إليها ليهبها ولدا صالحا طاهرا من الذنوب فقالت مريم أنى يكون لي غلام ولم يقربني زوج ولم أكن فاجرة زانية فأجابها جبريل عليه السلام عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى وجعله الله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به. يقول رب العزة في القرآن العظيم فحملته فانتبذت به مكان قصي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها وهي الفتحة عند العنق فحملت بعيسى عليه السلام ثم خلت بحملها بعيد خوف أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج ثم ألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة وتمنت الموت خوفا من أذى الناس وناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله تبارك وتعالى جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني الطري وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله وأن تقر عينها وأن تقول لمن رآها وسألها عن ولدها إني نذرت للرحمن ألا أكلم أحد. أتت السيدة مريم عليها السلام قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها في بيت لحم كما أخبرنا الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا لها لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة ظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها ويؤذونها وهي ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوم ولما ذاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام أشارت أن كلموه عندها قالوا لها ما أخبر الله بقوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. عند ذلك أنطق الله تعالى بقدرته سيدنا عيسى عليه السلام وكان رضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. أول كلمة قالها عيسى عليه السلام إني عبد الله اعتراف بالعبودية لله العزيز القهار هذا أول ما نطق به عليه السلام وهو في المهد
المهل يعني الجوع. إن قال إني عبد الله وقوله وجعلني مبارك أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في القرآن العظيم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التراث ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. دعا عيسى عليه السلام قومه إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: والمراد من قوله منه التشريف والتفضيل كما يقال، هذه نعمة من الله. قال السيوطي: وروح أي ذو روح منه، أضاف إليه تعالى تشريفا له، وليس كما زعموا ابن الله أو إله أو إلها معه أو ثالث ثلاثة، لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على نهج الأنبياء والمرسلين وأن يجمعنا يوم القيامة بهم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. واعلموا أيها الأحبة أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم كثيرا يثيبكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وتراصوا وسدوا الخير يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرنا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم